كان صديقنا الاس مع الاتش، الاس مع الاتش، ايه الساوند بتاعهم يا هنا؟ مش عشان انا شغاله في المكتبه. طب كانت بتقول ايه يا لوريت كده يا هنا؟ يلا لولا ايه؟ يس على بعض شوب. هنا انت اللي قلتي هنا؟ شطوره حبيبتي شوب، برافو عليكي. طيب يلا يا عمر، عمر بعد كده صديقنا الثاني كان سي اتش. سي اتش بتتنطق ايه؟ ميه. طب يلا ريت كده، ريت كده يا عمر. يلا سي اتش بتتنطق ايه؟ سي اتش بتتنطق ايه؟ سي اتش بتتنطق ايه؟ اتش اتش هنستعمل. ماشي ماشي، قول ايه هنا؟ هتقول اسمها ولا تقول صوتها الايه؟ عشان في الاول بتقول اسمها، يبقى اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ دول ماشي. ايه والار، الار هتقول ايه؟ الساوند بتاع الار ايه؟ ايوه يبقى ايه؟ بص بقى هنا واقرا عادي. شي شي اكسلنت يا عمر. ياسمين، ياسمين بعد كده صديقنا الثانية الثالث كان عندي التي مع الاتش، التي خب الاتش خبط عليها كانت سنانه متكسرة، فكان بيطلع تو ساوند. ممكن تفكريني بالساوند بتاعت الاتش مع التي؟ مرة نقولها ايه؟ ز. مرة؟ طب يلا ريت. ريد يا زات. زات يس، زات يبقى على بعض زات. طب يا جودي، التي اتش هنا يا جودي بتتنطق س. ريد التي اتش، التي اتش هنا بتتنطق س هنا ز. ز ز ر اي ري ري على بعض 3. ليان، ليان بعد كده اخذنا اخر صديق عنده كانت دبليو، دبليو مع الاتش، كان ايه القصه بتاعتهم؟ و اي حاجه دبليو مع الاتش، دبليو تفضل تقول وحصل وحصل وحصل، والاتش مالها؟ والاتش ساكتة. والاتش ساكتة، اوكي يلا يا ليان ريد. لو انا عندي W H A T ريد ليان. و ات تبقى على بعض وات. اكسلنت ليان، وات اللي هي ماذا اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله. نادين، نادين تعالي بقى نادين نتعرف مع بعض، انت عسوله كده وعماله تكتبي حاجات في الورقه بتاعتك وشطوره، تعالي نتعرف على بعض على صديق مستر اتش الجديد. صديق مستر اتش الجديد هو البي، البي يا نادين، البي ده ما بيحبش الانجليش، ما بيحبش خالص نادين. ما بيحبش ايه؟ الانجليش طبعا، مش زي نادين، نادين بتحب الانجليش صح ولا لا؟ صح. البي ما بتحبش الانجليش، فاول ما خبط عليها الاتش، تعالي خبط عليها كده، خبطي عليها نادين، فتحت الاتش وفتحت البي وقالت لي ايه؟ قالت لي اف اف يا اتش، انا ما بحبش خالص الانجليش، ما بحبش الانجليش خالص خالص خالص، تعبت منه. يبقى البي مع الاتش هنقولها ايه يا نادين؟ انا اللي وحشت منه. هنقولها ايه يا نادين؟ عشان هي مالها، مالها البي؟ ما بتحبش الانجليش، ما بتحبش الانجليش، عشان كده الساوند بتاعها. اوكي طب تعالي كده نجرب مع بعض ان احنا نقرا. يلا فوتو فوتو. اوتو، خلي بالك ان دين هنا مش بنقول ان الاول يقول اسم والثاني يقولش حاجه،
مع الاو، الاو بتقول لوحديها او هنا وبتقول لوحديها او هنا مع بعض، يعني هما الاثنين مش بيشتغلوا مع بعض عشان بينهم حرف تاني. يبقى فو فو فوتو. اكسلنت نادين، فوتو. طب يلا يا نور، لو انا عندي بي اتش او اي اي نفصلهم عن بعض ولا نقولهم مع بعض يا نور؟ هنفصلهم عن بعض بي اتش ولا نقولهم مع بعض يا نور؟ هنقولهم مع بعض. طب بي اتش بتقول بالفون فون. يبقى نقول كده يا نور، فون البي مع الاتش. الاتش يا نور تتنسي ايه؟ في في فون بتتنسي. ايوه فون. قولي كده يا نور، فون فون فون. اوكي ثانك يو نور. حلا، لو انا عندي حلا و ار و بي اتش و اي معلش مس امنيه، في حد فاتح اللايف وصوت راجل مش متاكد، يعني ممكن معلش تتاكدي بس ان بس في حد فاتح. لا حلا، حلا الاو مع الار. يلا حلا قولي. طب والبي اتش مع بعض؟ يبقى اور يا مس هنا اور ف. اللي بعديها حالة دي ايه؟ يبقى اور فين اور فين اور فين اور فين. اوكي ثانك يو حالة. طب يا رقية، لو انا عندي يا رقية الدي والاو والال والبي اتش، هنا البي اتش بنقولهم ايه يا رقية؟ البي اتش يا رقية. طب يلا ريد د د دول 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 دول. اكسلنت يا رقية. دولفين، دولفين ده الدولفين اللي هو الدولفين اللي بيمشي في المية، دولفين. اكسلنت يا رقية. أنس، بعد كده يا أنس تعالى ندخل على الاسم التاني اللي هو الكي. هو مين؟ الكي. الكي صديق الاتش، خبط عليه الاتش، تعالى نخبط عليه. افتح يا كي، افتح يا كي. أول ما خبطنا عليه يا أنس وفتح، الكي على طول نايم، على طول نايم، فعلى طول بيعمل إيه؟ ايش الساوند بتاعه يا انس؟ ايه الساوند بتاعه حبيبي؟ بقى كأنه نايم. ودي بنستخدمها يا انس لما نيجي نتكلم عن كلمات بالعربي وعايزين نكتبها in English like خالد. خالد لد خالد خالد. اوكي ثانك يو انس. نكزي انس بليز. تعالوا بقى احكي لكم قصه جميله جدا عن صديق الاخير لمستر اتش. صديق الاخير لمستر اتش يا شباب هو الجي. والجي والجي عايش في بيت جيرانه الاثنين هو الاي واليو. جيرانهم الاثنين هو مين؟ الجي. الاي واليو. يبقى عندي الجي الصاحب من اصحاب مستر اتش، عنده جيران، عنده الاي جارته وعنده اليو جارته. الجي بتخبط عليها الاتش وبتقول لها يلا بينا نطلع يا جي ونتفسح شويه. الجي تقول لها اوكي يا اتش تعال نخرج ونتفسح شويه. فاول ما بيخرجوا بيلاقوا في الكلمه مين؟ مين طلع لهم في الشارع؟ الاي. اول ما الجي مع الاتش بتخرج ومعاها الاي،
الاي ده شرير، هو وصاحبه التي. الاي ده شرير، ولد شرير في الشارع ماسك لهم العصايه. قال لهم ايه؟ لو قلتوا او اتكلمتوا، لو اتكلمتوا احنا هنضربكم. فالاي هنا هتقول النيم بتاعها اي، والتي تقول الساوند بتاعها ت، ويخلوا الجي والاتش ما يتكلموش. يبقى تاني عندي صديق من اصدقاء مستر اس. ممكن حضرتك تعالي اسالك شويه؟ صديق من اصدقاء مستر اتش. ياسمين انا صوتي كويس؟ ياسمين انت عندك مشكله في الموبايل. الجي مع الاتش اصحاب، اول ما الجي بتطلع معاها الاتش بيلاقوا الاي. الاي ده ولد شرير، فالاي ولد شرير فبيقول للجي والاتش لو اتكلمتوا احنا هنضربكم، لو اتكلمتوا احنا هنضربكم. فالاي بتقول اسمها اي، والتي بتقول الساوند بتاعها ت، وبيبقى مع بعض هما اتنين مع اصحاب مع بعض. يا ندى اسمهم ايت. اسمهم ايه؟ ايت. ندى افتحي المايك عشان ده دوري. ايت. يلا قولي يا ندى. ايت. ايت قولي كده. ايت. ايت. اي بصي يا ندى، لو انا عندي دلوقتي اس اس واي وجي واتش وتي، انا يلا ريد يلا طلعي الساوند بتاع الاس. ندى اي جي اتش ما بيتمسكش. اي تقول اي يبقى ايه؟ تبقى على بعض دول سايد. سايد سايد سايد. رحمة، طب أنا لو عندي يا رحمة L I G H T، ال G H T يا رحمة هنا هيقولوا ولا مش هيقولوا حاجة؟ رحمة مش هيقولوا حاجة، هتبقى لايت. نعم ال G H ل I T على بعض؟ لايت لايت لايت. اكسلنت يا رحمة. طب يا سارة لو أنا عندي M I G H T مايت. يس الجي اتش هنا بنقولها؟ لا نو no. يبقى مايت. يبقى انا اصحاب مستر اتش هو الجي، صديقه الجي. الجي ما بيت، اول ما بيخرج مع صاحبه الاتش ويلاقوا الاي، الاي تقول لهم اقعدوا ساكتين ما تتكلموش، فبنقول على بعض ايت ايت سايت لايت مايت. اوكي اخر بقى اخر قصه عندنا هي اليو لما تيجي مع جي اتش. يعني ايه؟ يعني الجي خبطت عليها الاتش ياسين ويوسف وخرج معاهم، خرجوا مع بعض. لقيوا في الكلمه يو، لقيوا في الورد اللي معاهم ليدر يو. اليو ما بتحبهمش الجي والاتش، مش بنحب اليو، فهم الاثنين مع بعض هيقولوا ايه؟ اف انت جايه معانا، انت جايه معانا يا يو. فاليو جي اتش بننطقهم ايه مع بعض في كلمات كتير؟ بننطقهم ايه يا سين؟ اف لاف لاف لاف. وكده ساعات في اوقات ثانيه يو جي اتش مش بننطقها خالص، بتبقى سايلنت. اوكي كده احنا جمعنا كل حاجه عن مستر اتش. تعالوا كده نبص عليهم تاني سريعا عن كل حاجة عن مستر اتش. تعالي هنا معايا هنا، أخدنا أول حاجة الـ S H. إيه الساوند بتاع الـ S H هنا؟ طب والـ C H؟ الـ C H يا عمر، إيه الساوند بتاع الـ C H لما القصة بتاعته وجت؟ بتاع المية، الساوند بتاع الـ C H بتاع المية. طب والـ T H ياسمين؟ الـ T H أرز يعني أقرآن أرز ز أرز زي صوت الكهرباء بتاعنا. والـ W H W H يا جودي؟ جودي والـ W H جودي نعم الساوند بتاعها الـ W H الـ W H الساوند بتاعها و و و زي وحصل وحصل وحصل
و و اوكي بعد كده خدنا ال بي اتش. قولي لي كده يا نادين ال بي اتش ايه الساوند بتاعهم؟ يس لايك ف. طيب يا رحمه والكي اتش يا رحمه كل ما الاتش يخبط عليه الكي كان بيبقى ايه؟ بس انا ما جاوبتش. حاضر يا حبيبي. الكي والاتش هنقولهم ايه؟ اي رحمه الكي والاتش كان صوتهم الساوند بتاعهم لايك نايم على طول، عمو الكي على طول لايك خالد خلود، ودي بنستخدمها لما بنتكلم عن كلمات بالعربي وعايزين نكتبها ان انجلش. اوكي حلب خدنا بعد كده يا حلب الاي جي اتش تي، الاربعه دول مع بعض بنقولهم ايه يا حلب؟ بنقولهم بنقول اي قولي تي يات لا يات اخر حاجة خدناها اليو جي اتش، اوقات بننطقها واوقات مش بننطقها خالص، اوقات بننطقها like love like enough واوقات بتبقى silent مش بنقولها حاجة خالص. لا احنا خلصنا مستر اتش، انا هقفل اللينك ده وهبعت لكم لينك تاني عشان ندخل على جزء الجرامر بتاعنا. اوكي اوكي.